طبعا كان في امطار الصبح، امطار ميه مش امطار اللي هي تلج واول ما ينزل يبقى ميه في الارض، لا امطار 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 مش هزار. ما شاء الله على الهدوء والمناظر الجميله اللي الواحد دايما بيستمتع بيها وهو ماشي في اي مكان داخل المانيا. هيبقى الفيديو بتاعنا في الشارع وهنحكي فيه حكاوي القهاوي وهنصر من القلب. انا طبعا بنسى لما باجي اصور، عاوز بس اوريكم دايما بمشي على الطريق بتاع الدراجات من نسيان. الناس بقى وهي معديه بالدراجه بتاعتها ممكن تتخانق معاك تزعق لك، لا 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 فيش الكلام ده، الناس مؤدبه محترمين، بس في بعض الناس ممكن يروح باصص لك بصه يعني عارف انت الواد اللي هو يعني، وايه ربنا يكفينا شرهم. في ده وفي ده. المسجد اللي احنا بنصلي فيه من هذا الشارع، النهارده الخميس لسه الجمعه بكره، وبالمناسبه يوم الجمعه اجازه في المانيا، عندهم عيد معرفش عيد ايه، حاجه ما تخصنيش. يلا بينا. صباح الحلاوه صباح الحلاوه. صباح الفل صباح الفل، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ سبحانه مغير الاحوال. الجو من يومين يا جماعه والله العظيم كان تلوك في الشوارع ودرجات حراره متدنيه بالنسبه للالمان اللي هي 10، بالنسبه لنا لسه بدري. المهم الجو كان برد جدا والطقس كان مش حلو، حوادث لدرجه ان في حادثه حصلت، 13 تلميذ منهم طفل توفى بسبب حادث انزلاق اللي هو التلج المتجمد اللي هو الازاز اللي انا بقول لكم عليه دايما. خليني اوريكم المنظر وادينا بنتمشى وبنتفسح. صباحكم جميل صباحكم عسل، يلا يا عسل بطل كسل انسى ولا الهوا. بس في امطار عادي مش مشكله. بصوا الجو عامل ازاي، يا عيني يا عيني على الشتاء واجواء الساعه. طبعا الجو برد بس مش برد زي الايام اللي فاتت، الجو في الروقان ودي اميز حاجه ان الجو يبقى في الروقان. مروح على البيت هودي شويه حاجات البيت وبعد كده هخرج. مش عارف بقى هكمل الفيديو في الخروج ولا مش هكمله في الخروج، ولكن ادينا بنتمشى. هشتري شويه حاجات وانا ماشي وبعد كده الله كريم. ولكن وانت ماشي حس بقى بالجو، حس بالطقس اللي احنا موجودين فيه. هتلاقي الدنيا هاديه وفي الروقان والناس معظمها مش لابسه اللي هو الايس كاب والجوانتي اللي هو بيلازمك في رحلتك الشتويه داخل هذه الدول. انا بكلمك بجد يعني من الاساسيات بتاعتك ان انت تلبس ايس كاب وتلبس جوانتي. انا لابس بصراحه الايس كاب والجوانتي يعني بحافظ على نفسي، الدفع عفا. وصباحك عسل يا عسل، يا عيني على الروقان. يلا نلحق الاشاره وهي خضراء عشان انا نيتي اعدي الناحيه الثانيه الجنب الثاني ده. لا مؤاخذه يا حاجه معلش انا خدت الطريق بتاعك، بتبص لي قوي بتقول لي ايه يا عم روح الناحيه الثانيه. هتلاقي البوشتيلا دي في كل مكان في كل مكان، بوشتيلا في كل مكان. هتلاقي الاصلاحات دي اللي هي مواقع البناء قلت لكم عليها، كل مكان في نورنبرج بيعملوا اصلاحات دائمه. تعالوا هنروح من هنا في بالدي، هروحه نشتري شويه حاجات منه وبعد كده نروح على البيت. بتمشى وبقضي اليوم بتاعي في الروقان والجمال دون. بصوا القبه دي، القبه القبه موبه. صباح الجمال يا رجاله. لما بتخلص جزء من حياتك في مستقبلك بتلاقي نفسك عندك طموحات ازيد ان انت تكمل في مجال اخر، ما بيقفش طموحك عند شيء محدد. دول الناس اللي هم اصحاب الطموحات اللي هم دايما عاوزين يبقوا شيء، ما يبقوش نكره في هذه المجتمعات. وكل مكان زي ما قلت لكم، بصوا مواقع بناء واصلاحات. والله المستعان يا رب الناس تظبط حياتها، وبنتمنى الخير للناس كلها بصراحه. في البلاد دي يا جماعه بتلاقي دايما راحه البال والهدوء، حتى في يوم اجازتك حتى وانت ماشي مروح بيتك بتستمتع، بتستمتع باجواء الطقس اللي حواليك، بنظافه البنيه التحتيه والبناء اللي هو يعني شكله جميل قوي. بص حتى الاصلاحات مفيش ازعاج مفيش دب مفيش رزع، والناس بتبقى عامله حسابها او عارفه هي بتعمل ايه، مفيش حد بيعمل حاجه عشوائيه. اهلا اهلا يا باشا، صباح الفل صباح الفل صباح الفل. الراجل ده سوري، راجل محترم اعرفه. المهم
انت يا باشا بتلاقي نفسك فيه استقرار نفسي، استقرار مادي، استقرار اجتماعي، استقرار معنوي، استقرار في القرار. صباح الفل. مش عارف انا اقول لكم ايه بالظبط الصراحه يعني. بص لما بيجوا، خليني بقى ارجع للحته بتاعت اللي هي الاصلاحات. يعني الراجل اللي بيعمل اصلاحات في المحل بتاعه ده، المحل ده ما ينفعش يعمل اصلاحات منه لنفسه. يعني يقوم الصبح فيقرر ان هو يعمل ديكورات في المحل، يعمل الواجهه بتاعته، يدقدق، يخبط، معرفش ايه، لوحده كده؟ لا، مفيش حاجه اسمها لوحده. لازم يجيب تصريح من البلديه ان هو في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه هيبدا شغل في المكان بتاعه، والاصلاحات دي هتقعد كذا كذا، دي متحدده، لان هو بيبقى عامل عقود مع شركات بتعمل هذا الكلام او بتعمل هذه الصيانات. فالناس دول بيبقوا عارفين شغلهم ان الوقت ده او الديكور ده او المحل ده هيتوضب في 10 ايام، في شهر، في شهرين، بيقولوا. هو بيعمل التصريح بناء على ذلك. لو جم عليه كنترول او جه عليه كنترول ولقى ما معهوش تصريح بيه الاصلاحات دي، هيعملوا معاه الجلاشه، هيروحوا رازعينه الاشتراف المتين يطلع من نافوخه. انا بكلمك بجد، هنا الناس بتتعامل دايما بالاشتراف او الغرامات والفلوس. تغلط ادفع، تنسى ادفع، تضرب ادفع، مش عارف تعمل ايه ادفع، كله ادفع 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 ادفع، فاهم؟ صباح الفل. دي مقابر بالمناسبة، اقروا الفاتحة بقى لامواتكم. صباح الجمال، امواتكم اللي في بلادكم مش امواتكم اللي هنا، هنا متعرفوش حد، هنا صباح الجمال. احيانا انت بتتعجب، الناس دول فعلا عندهم شغل؟ يعني بتاع ايه بتلف ايه، شايفها المنورة النور بتاعها اهو، ايه اللي هي الونش ده اللي بيلف ده، واخد بالك؟ ومع ذلك ما تلاقيش صوت عالي، ما تلاقيش ازعاج. الازعاج حتى كمان بيكتبوا ان في ازعاج او في صوت عالي من الساعة كذا للساعة كذا. فهمت يا نجم؟ المكان ده بتاع ابواب، شايف؟ حتى حاطط لك ابواب وشبابيك اهو، والكامة بتاعت الشباك، في شباك بتلات ازاز، تلاتة ازاز يعني، وفي باتنين، انت حسب ما انت عاوز، في باب باتنين ازاز، وفي باب بتلاتة ازاز، وهكذا الكلام. تلاقيه ما يغشكش ويقول لك ده بكذا هو بكذا، ما تلاقيش عنده فصال في سنت واحد. بكلمك بجد، بيدي لك حقك وبياخد حقه، والعقد شريعة المتعاقدين. في اكتر من سوبر ماركت موجودين في المكان دون، قريب من بليرة، في نورما اللي هو دون، هو ده السوبر ماركت اهو، وفي ليدل. انا قلت الدي صح في الفيديو، فمعلش بعتذر لكم، ليدل. ونخش نجيب الحاجة اللي احنا عاوزين نجيبها، والله المستعان. بصوا بقايا التلج عاملينها، شايف؟ بقايا هتلاقيها في كل الاماكن كده، حته كده مكلكعه. ده مش معناه ان الجو حر، لا، الجو ساعة، الناس كلها ملتزمه بنشرات الجويه عشان ما يبردوش، عشان ما ياخدوش برد، عشان ما يرقدوش في البيت، عشان الرق ده مش ببلاش. وقلت لكم قبل كده ان انت بتجيب العلاج على حسابك، والعلاج هنا غالي على فكره يا جماعه. ده ليدل، نخشه نجيب اللي احنا عاوزينه، والله كريم. مش هصور جوه بقى، نبقى نصور بره ان شاء الله باذن الله. يلا بينا. جبت الحاجه خلاص، الحمد لله تمت المهمه بنجاح، او العمليه بنجاح، وكله تحت السيطره قدام وورا. لازم تهزر وتروج، ويوم بيعدي في الدنيا الحلوه. دنكا جون ست زق قوي، لقيت بتقول لي عدي، قلت لها شكرا يا ست، وقفت لي بالعربيه. الاحترام حلو، بيعلموك الاخلاق، يعني بيعلموك الاخلاق الزياده عن اللزوم. احنا عندنا اخلاق وعندنا ادب وعندنا تربيه، دي حقيقه، ولكن في بعض الناس بيبقوا محتاجين يتربوا من جديد، يبقى عندهم ادب وتربيه واخلاق زي الناس دول كده. وللاسف بلاد مش مسلمه، وخلي بالك الدين مش مقياس هنا. يعني انت ممكن تلاقي واحد ملحد، واحد بيعبد مش عارف بوذا ولا هوذا ولا مش عارف ايه، وتلاقيه عنده اخلاق وتربيه. يعني قصه مش دين، والله قصه مدين، قصه بيت بيربيك صح ولا بيت بيعلمك تبقى ايه، تبقى انسان مش نظيف، انسان لص، ما عندكش ضمير، واخد بالك؟ بس هو ده اللي انا عاوز اقوله. صباح الجمال.
بحب امشي من ايام اوكرانيا ومن قبل اوكرانيا كمان، كنت في مصر بحب قوي ان انا اتمشى، وخصوصا لما اروح البلد ويبقى فيه غيطان وسع. لكن في القاهرة صراحة كانت الدنيا مش حلوة، زحام زيادة عن اللزوم. طبعا الدنيا بقت سلطة دلوقتي واسحم مما سبق، ولكن انا بكلمك في الوقت اللي انا كنت عايش فيه في مصر. لما رحت اوكرانيا لقيت بقى الاماكن اللي انت تقدر تستمتع وتعمل رغباتك الجميلة ان انت تمشي. فكنت دايما في ايام الاجازة لازم اتمشى، وبمشي مش كيلو ولا اتنين، لا كنت بمشي مسافات طويلة وارجع مع نفسي. كان بيبقى يوم جميل ان انا بقضي يوم حلو. فهمت يا حبيبي؟ ماشي بقى بس سيب المقاش. صباح الفل. بيتي قريب على كده؟ لا بيتي مش قريب طبعا، بيتي تقريبا دلوقتي يعني ابعد حوالي 4 أو 5 كيلو عن المكان اللي انا بصور فيه دلوقتي. ولكن انا كنت محتاج شوية حاجات من هذا الفرع من ليديل مش قلدي، وجبت اللي انا عاوزه خلاص الموضوع خلص. وممكن اركب من اي محطة، يعني شايف فيه اتوبيس اهو، الاتوبيس ده هيوديني مكان اقدر اركب منه او هتمشى، هتبقى حتة صغيرة. يعني الموضوع مش بيبقى يعني مسافات بالعشرين كيلو والتلاتين كيلو، والمحطة الاتوبيس اهي يعني ممكن استنى اخد الاتوبيس اللي بعده، بس انا عاوز اتمشى وفي نفس الوقت افرجكم على المناظر الحلوة والبنية التحتية داخل مدينة نورنبرج او داخل المانيا عشان انتم تستمتعوا. يعني انا مش عارف العمارة دي مبنية بطريقة غريبة قوي، نفق كده وفوق منها في مباني، مباني بقى مكاتب شركات، سكن خاص، مش عارف صراحة. ولكن عادي عادي يا نجم، ادينا بنتمشى في اليوم الجميل وبنوريكم الشكل بتاع بيوت الناس دول. فأي مكان انا بروحه بلاقي مناظر حلوة، لان فعلا الالمان بعد الحرب العالمية الثانية فعلا اهتموا ببلدهم. فهمت يا نجم؟ لما بقعد اتفرج على السوشيال ميديا بلاقي الناس كلها عماله تخبط في بعض. اه والله. فقعدت احلل الموضوع ده، هو الناس ليه بتخبط في بعض؟ يعني مثلا تلاقي واحد مثلا عنده قناه في التيك توك او قناه في اليوتيوب او عنده صفحه في الفيسبوك، وتلاقي واحد هلفوت ناكره عمال بيغلط فيه. مش فاهم. طب يا ابني انت ناكره، انت مالكش لازمه وتاريخك ازرق وبتشوفه. فلاقي صاحب هذه المنصه مطلع ميتين امه، بكلمكم بجد، ماسكه غسيل ومكوى، لانه انسان مش متربي، اتعود ان هو عاوز يطلع على كتاف غيره، فغيره ده يروح مديله كشاف على دماغه وعلى قفاه، ولو ان قفاه مليان تنيه وبراغيث بيضه. فلقيت ناس بتتكلم في الموضوع ده وبيشتموا عادي، مفيش اي مشكله، وبياخدوا حقهم. فانت يا باشا خد حقك، كاس عم النشال على قفا امه العنتيله بتاعت الجرن كده، واديله على عينه، هو بيتحرق من الحاجات دي عشان هو حرامي ايده طويله. وياما نصحناه يحترم نفسه، مش عاوز يحترم نفسه. طب انزل، مش عاوز ينزل. طب غور في داهيه، مش عاوز يغور في داهيه. طب نعمل لامه ايه؟ نتف في وشه؟ ده تقول له على طول امشي يا جربوع يا عبد الكلب من هنا، لان ده عيل سوابق مهزق. امشي يا نشال، انت هتحط راسك براسي ولا ايه؟ فالناس كلها بتعمل كده وبتهزق كده عادي، واليوم بيعدي مسيره ينزل. والله كريم، ايه رايكم بس في المناظر الحلوه واحنا بنتمشى في هذا اليوم الجميل؟ بدردش معاكم وبنوع في الكلام مره كده ومره كده، والدنيا بتمشي والحياه بتستمر. فهمت يا حبيبي؟ المهم شايفين يا جماعه الاجواء الجميله والحلوه والهاديه، وفي كل مكان هتلاقي الباوشتله اللي موجوده في اي حته موقع للبناء، هتلاقيهم حواطين الكلام دول. حتى بص شايف السلالم عشان ما يبهدلوهاش حاطين مشمع، و بيحافظوا على المكان تمام التمام، والحياة بتستمر. هم دول الألمان. الألمان لما اتقال عليهم عبقرة ما اتقالش كده، لا اتقال عليهم صح، فعلا هم عبقرة، ناس محترمة بتشتغل وبتنتج في بلادها وبتظبط حياتها. حتى تبص تلاقي المباني مزيج من المباني القديمة والمباني الجديدة، ده موجود قدام ده، والحياة ماشية، والحمام في الشارع. تعالي هنا لا تدبحي ولا العربيه تخبطك يا فقريه، تعالي ابعدي. ربنا يرزقكم بالطعام اللي يناسبكم. وما زلت ماشي الى البيت. في محطه مترو هنا قريبه على اخر الشارع دون، هركب منها واحنا ماشيين، لان الجو برد فعلا في هذه الاثناء، فعلا الجو برد. ايدي مني لابس فرد جوانت واحده
والفردة التانية في جيبي، فلازم ألبسها عشان إيه؟ عشان نحافظ على صحتنا وحافظ على صحتك يا نجم. هلبس الجوانتي وبعد كده الله كريم. لبست الفردة التانية الحمد لله، وكده حافظنا على صحتنا بقدر المستطاع. البرد وان انت تنزل في الشارع، انت مجبر ان انت تنزل في الشارع، عندك دراسة، عندك امتحانات، عندك شغل، عندك مشغولياتك الخاصة، فلازم تنزل، لازم تشوف شغلك. فهمت يا حبيبي؟ المكان ده تحس ان هو اسطبل للخيول. اه والله العظيم، يعني شكله كده من بره يوحي بهذا الكلام، ولكن ما علينا ما علينا. كاميرات وبتاع وقصة بنت لذينة، عارفين الخيول غالية والحمير اغلى. حاكم الحمير كتير هذه الايام، وربنا يكفينا شر الحمير. الحمير اللي هي بعقول حمير، مش الحمير الحمير. مفيش هنا حمير، ما شفتش حمير صراحة، لكن بشوفها في حتة تانية. صباح الجمال، الله على البركة الجميل ده والاجواء الحلوة اللي ترد الروح الصبح. يا عيني، خلاص قربت على الشارع العمومي، وصلنا الحمد لله وجهتنا بسلام وامان. وندور على محطة المترو، انا مش عارف هي فين صراحة، ونروح على البيت. واهم حاجة الشرب السخنة، اشرب شربة ورم عظمك. صباحك جميل ان شاء الله باذن الله. عيني على الحلاوة. ما تاكلش شطة كتير في الايام دي عشان هتعمل لك بواسير. الاجواء ما شاء الله من امام البارك دون، وقربت على محطة الترام او المترو، والله المستعان، ونركب ونروح على البيت. صباحكم حلو، صباحكم جميل. خلي بالكم من نفسكم يا عرب، اتمنى لكم كل خير. السلام عليكم، باي باي.